بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الجزء الثاني من تصميم القطاعات المائيه. هنركز على ازاي نصمم الشانز القابله للنحر، وهنستخدم الطرق التاليه: طريقه الماكسيمم بالنسبه للبلوستي، طريقه الماكسيمم تراكتيف فورس، وطريقه النون سيلتنج نون سكورينج. قلنا عشان نصمم القطاعات المائيه للاوبن شانل عندنا بيكون في حوالي 7 بارامترز محتاجين ان احنا نجيبهم. عرفنا ازاي نجيب السبع بارامترز دول، وكان فاضل لنا فقط اللي هو 2 بارامترز اللي هم البيد ويدث والووتر ديبث. فبما ان هم عندنا 2 بارامترز بيد ويدث ووتر ديبث، فبالتالي محتاجين 2 ايكويشنز عشان نحل 2 انونز. قلنا الايكويشن الاولانيه اللي احنا بنستخدمها اللي هي معادله مانينج او تشيزي او دارسي، معادله من الثلاثه دول بناخدها بس. والايكويشن الثانيه بقى بتعتمد على اي فلسفه التصميم او الغرض من التصميم او مدرسه التصميم. وقلنا ان احنا عندنا في عده مدارس للتصميم، بس قائمه اساسا على مبدا انت ناوي تبطن التشانل بتاعتك ولا مش ناوي تبطن التشانل. لو انت ناوي تبطن التشانل بتاعتك، فبالتالي يبقى انت عندك لايند تشانل، فبالتالي غير قابله للنحر، بالتالي يبقى انت هيكون الكونسيرن بتاعك كونسيرن اقتصادي، بمعنى انك انت عايز تقلل تكاليف التبطين بتاع الخرسانه اللي انت ناوي تعمله. ففي الحاله دي بنستخدم حاجه اسمها مدرسه الموست ايكونوميك سيكشن او البيست هيدروليك سيكشن. فالهدف بتاعنا هنا ساعتها هيكون هدف اقتصادي. طب لو انت كنت مش ناوي تبطن التشانل بتاعتك، فبالتالي يبقى انت هتكون قطاع التشانل بتاعك قابل للنحر وبيتغير من حين لاخر، فبالتالي هيبقى الكونسيرن بتاعك بقدر الامكان انك انت عايز تقلل ان يحصل سكور او نحر عندك بقدر الامكان. فالهدف بتاعك هيكون تو كنترول السكور. احنا عندنا في مدرستين في موضوع مكافحه حدوث السكور ده. مدرسه بتكافح حدوث السكور عن طريق انها بتعمل قيود على اقصى سرعه للميه اللي ماشيه في التشانل، بنسميها مدرسه الماكسيمم بيرميسبل فيلوسيتي. ومدرسه بتكافح السكور عن طريق انها بتعمل قيود على اقصى بيد شير ستريس بيحصل في التشانل، بنسميها مدرسه الماكسيمم تراكتيف فورس. طب لو انت كانت الميه اللي ماشيه في التشانل بتاعتك والتشانل بتاعتك اوريدي كانت قابله للنحر، وكانت الميه ماشي فيها كمان طين او فيها طمي او فيها مواد غرويه، وانت خايف ان يحصل فيها سلتيشن، ففي الحاله دي الهدف بتاعك بيكون هدف دول او هدفين في نفس الوقت. الهدف الاولاني مكافحه حدوث السكور، والهدف الثاني منع حدوث ترسيب في التشانل. فدي عشان نحقق الهدفين دول المشتركين بنستخدم مدرسه اسمها مدرسه نون سيلتنج نون سكورنج، او لا نحر لا ترسيب، وساعات بنسميها مدرسه كينيدي. طيب احنا المره اللي فاتت عملنا ايه؟ اتكلمنا على المدرسه الاولى فقط اللي هي بتهتم بتصميم القطاعات للكروس سيكشنز المائيه لو كانت القطاعات دي ايه هتكون لايند، بمعنى انك انت هتبطن التشانل بتاعتك. وقلنا الهدف بتاعنا في الحاله دي هيكون هدف اقتصادي، عايزين نمينيمايز مين الكوست بتاع الايه التبطين. فعشان نمينيمايز الكوست بتاع التبطين قلنا المره اللي فاتت ان احنا بنعمل ايه، ان احنا بنحاول نستخدم بقى الايكويشنز بتاعت البيست هيدروليك سيكشنز اللي هي جايه عن طريق التفاضل. وقلنا الايكويشنز دي هي الايكويشن رقم 2 اللي هنستخدمها ونحل بيها ايكويشن رقم 1. ايكويشن رقم 2 في النسبه للكروس سيكشن لو كان ريكتانجلر بتطلع بي بيساوي 2 واي، لو كان الكروس سيكشن ترابيزويدال بيكون نص التوب ويدث بيساوي العرض المايل ده او الرفرفه المايله دي اللي هي بتساوي واي جذر 1 زائد تي سكوير. فبالتالي تي على 2 بيساوي واي جذر 1 زائد تي سكوير، فبالتالي تي بيساوي 2 واي جذر 1 زائد تي سكوير. دي المعادله الثانيه اللي حلها مع معادله ايه مانينج، وبالتالي احصل على التو انونز اللي عندي اللي هم البي والواي. لو كان القطاع تراينجلر كل اللي انت تعمله عشان تخلي القطاع ده ليه مينيمم ويتد بريمتر انك تعمل ايه، تخلي الابكس انجل الزاويه دي تخليها 90 درجه، فبالتالي السلوبس هيكون 1 لواحد. لو كان القطاع سيركلر فكل اللي انت تعمله تخلي الميه تمشي في نص القطاع، فبالتالي يبقى القطاع بتاعي ايه اسمه سيمي سيركل، والزاويه بتاعت الابكس انجل دي هتكون ايه، هتكون 180 درجه. لو انت حققت الشروط دي اوتوماتيك على طول بتحقق الشروط التاليه. الشروط التاليه هي ايه؟ ان الار هيطلع بيساوي واي على 2 في حاله الريكتانجلر والترابيزويدال، وان الار اللي قصدي بيه الار هنا اللي هو الهيدروليك راديوس، وان الار بيساوي دي على 4 في حاله الايه السيمي سيركل. كل الكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت، وحلينا مساله وشفنا ازاي بنحل او بنصمم التشانل لو كانت ايه القطاع اللي انا عايز اعمله
ينتمي لمدرسه البيست هيدروليك سيكشن او الموست ايكونوميك سيكشن. وطبعا دي المدرسه دي تلتزم بان لازم اكون ببطن التشانل بتاعتي. جميل. انا بصوا بقى يا شباب، منهجيه الشغل بتاعنا هتبقى كالاتي. نفس المساله دي اللي حليناها على اعتبار ان الكانل بتاعتي لاين، هحلها على اعتبار استخدام المدارس الاخرى، وفي النهايه خالص هنقارن ما بين التصميمات المختلفه. افكركم بس عشان نفتكر الدايمنشنز طلعت ازاي. الدايمنشنز بتاعتنا الووتر ديبس هنا طلع 1.9 تقريبا متر، والبيد ويدث طلع ايه 1.2 متر تقريبا. ده بالنسبه لو كانت الشانل ايه، لو كانت الشانل لاين. طيب تعالوا بقى نشوف المدارس الاخرى. فندخل على المدرسه الثانيه اللي هي مهتمه بتصميم القطاعات. لو انا كنت مش هبطن التشانل بتاعتي، فانا لو انا كنت مش هبطن التشانل بتاعتي، يبقى التشانل في الحاله دي هتكون ايه، هتكون ناتشرال سويل، فبالتالي ممكن تكون معرضه لحدوث ايه، سكور. فعشان كده بنسميه التشانل في الحاله دي بنسميها ايه، بنسميها ايرودابل تشانل. ايرودابل يعني قابله للنحر. ايرودابل جايه من ايروجن، ايروجن يعني نحر، وايرودابل يعني قابله للنحر. يبقى ايرودابل تشانلز ممكن استخدم طريقه الماكسيمم بيرميسيبل فيلوسيتي ابروتش علشان اعمل كنترول على السكور، بمعنى ان انا اسمح للميه انها تمشي بس ما تزيدش السرعه بتاعتها عن حد معين. فعشان كده بقى الايكويشن رقم 2 هي عباره ببساطه عن ايه بقى، عن ان الفي بتساوي ما تزيدش عن في ماكسيمم. فاقول لك انا الفي ماكسيمم دي هنجيبها ازاي بعد شويه. يبقى دي هتعتبر بالنسبه لي المعادله رقم 2 اللي هحلها مع معادله رقم 1 اللي هي معادله مين، معادله مانينج او تشيزي او دارس، وبالتالي اقدر اجيب التو انونز عندي اللي هم البي والواي. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، طب دي المعادله دي بقى ازاي معادله 2، ما لازم معادله 2 يظهر فيها البي والواي. هكتبها بهذه الصوره، صوره ايه بقى، ان الفي بتساوي ايه، كيو على اريا، والاريا هنا ظاهر فيها مين، ظهر فيها البي والواي. فبالتالي يبقى دي ايكويشن رقم 2 فعلا بدلاله البي والواي اللي هحلها مع ايكويشن رقم 1. خد بالك من حاجه، ان الفي ماكسيمم ده، الفي ماكسيمم اللي هو الفاليو دي كده، القيمه دي كده انا هديها لك او انت هتعرف تجيبها. فبالتالي يبقى الايكويشن بتاعتي الكيو انت عارفها، والاي فقط بدلاله مين، بدلاله البي والواي. فبالتالي يبقى المعادله دي برضو بدلاله البي والواي، دي معادله رقم 2 اللي هتحلها مع معادله رقم 1 اللي هي معادله مانج او تشيز دي للبي والواي. يبقى دي فلسفه التصميم بتاعت المدرسه بتاعت الماكسيمم بيربسبل لوست. ايه فلسفه التصميم بتاعتها، ان انا بضع قيود على اقصى سرعه للميه تمشي في التشانل. طب انت ليه بتعمل كده؟ علشان اقدر اعمل كنترول على السكور، فاقلل حدوث السكور بقدر الامكان. ليه؟ لان انا عارف ان التشانل بتاعتي دي اريدبل، انا مش ناوي اعمل لها ايه تبطين بالخرسانه، فبالتالي عايز بقدر الامكان ما يحصلش تغيرات كبيره قوي. انا عارف هيحصل تغيرات، بس ما يحصلش تغيرات كبيره قوي في شكل القطاع مع الزمن. ماشي يا شباب؟ تعالوا نشوف دلوقتي منين هنقدر نجيب الفي ماكسيموم دي. في عندنا طريقتين للحصول على الفي ماكسيموم. طريقه عن طريق ان انا استخدم الجداول، ودي جداول قديمه شويه، عملها اثنين من الباحثين، واحد اسمه فورتير والتاني اسمه سكوبي، ده سنه 26. عملوا الاتي، قالوا ان الماكسيموم بيرميسيبل فيلوسيتي الفي ماكسيموم اللي اي قطاع في التشانل يقدر يتحملها يعتمد على حاجتين اساسيتين، يعتمد على نوع السويل، يعتمد على ايه؟ على نوع السويل. يعني لو دي التشانل بتاعتي اهي والفلو ماشي كده، اقصى سرعه مسموح بيها في التشانل دي تعتمد على نوع التربه هنا شكلها عامل ازاي، هل هي فاين ساند ولا هي سيلتي لوم ولا هي فاين جرافل ولا ايه بالظبط. ماشي، يبقى يعتمد على نوع السويل، دي رقم واحد. يبقى رقم واحد نوع السويل، ودي البارامترز الموجوده قدامك اهو في التيبل. رقم اثنين نوع الميه اللي جايه، نوع الميه، هو في انواع للميه؟ اه طبعا في انواع للميه. تعال نشوف انواع الميه المقترحه الموجوده عنده في التيبل ايه. اول نوع ميه كلير ووتر. كلير ووتر يعني ايه؟ ميه صافيه مش محمله بالشوائب، ما فيهاش اي شوائب، ولا فيها مواد غرويه ولا فيها مواد طينيه ولا فيها طفل ولا فيها طمي ولا اي حاجه خالص، ميه رايقه. اه يبقى بالتالي يبقى الفي ماكسيمم تعتمد على حاجتين، نوع التربه نوع السويل، والكواليتي بتاعت الميه. الكواليتي بتاعت الميه قصدنا بيها ايه، هل هي ميه رايقه ولا ميه مش رايقه. يبقى اول نوع لو كانت الميه رايقه كلير ووتر، ففي الحاله دي هروح داخل في الجدول ده. النوع الثاني ايه، لو كانت الميه بتحمل مواد غرويه، مواد غرويه اللي هي مواد دقيقه جدا، يعني تكاد لا ترى بالعين الايه المجرده، بيسميها كولويدال ايه سيلز، مواد غرويه.
طيب وفي نوع تاني من المية بقى بس بتحمل الطمي والجرافل والساند، مية فيها بقى طمي وجرافل وساند، في الحالة دي ده النوع التالت. يبقى عندنا كام نوع؟ تلات أنواع: مية رايقة ما فيهاش أي شوائب، مية فيها كولويدز اللي هي شوائب دقيقة جدا قد لا ترى بالعين المجردة، وبعد كده مية بقى فيها إيه؟ فيها طفلة وفيها ساند وفيها جرافل وممكن يكون فيها شوية روكس وفراجمنتس كمان. طيب يبقى التالي لو انت عايز تستخدم الجدول ده محتاج يكون عندك معلومتين: واحد، معلومة عن نوع التربة، اتنين، معلومة عن نوع المية اللي موجودة عندنا. تعالوا نشوف مسألة كده، نحاول نشوف نحل نعمل التصميم ازاي باستخدام هذه الطريقة. نسيت اقول لكم حاجة، في طريقة تانية لحساب الفي ماكسيمم، طريقة احدث شوية، دي طريقة سنة 26. في طريقة احدث شوية عملها اليو اس Army Corps of Engineer. بصوا يا شباب دي من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نعرفها. يو اس، عارفين انتوا يو اس طبعا، ودي A for Army، Army اللي هو الجيش الامريكي، ها؟ Army Corps of Engineers. بصوا بقى شوفوا الجراف ده بيتكلم عن ايه. المحور الافقي، المحور الافقي اللي هو ايه؟ اللي هو بيعبر عن ال D50. يبقى برضو ده بيتكلم عن مين؟ عن soil type، عن soil type. يبقى كأن عندي soil type واخدت منها عينه وعملت لها سيف اناليسيز. يبقى لو انت عايز تستخدم الطريقه دي يبقى لازم يكون عندك عينات عملت لها سيف اناليسيز وجبت مين؟ وجبت عمك الحاج الدي 50، جبت الدي 50 بتاعت السويل دي. طيب خد بالك هنا من الوحدات بقى، فلو انت عايز تشتغل بالفيت سيستم يبقى اشتغل السكيل اللي تحت ده، بص فيت اهو. لو انت عايز تشتغل بالملي اشتغل بمين؟ بالسكيل اللي فوق ده اللي هو ملي. بعد كده المحور الراسي، المحور الراسي هو بيعبر عن مين؟ بيعبر عن السرعه الماكسيمم، المين فيلوسيتي، قصدي هنا بالمين فيلوسيتي قصدي يعني السرعه المتوسطه في التشانل القصوى، السرعه المتوسطه القصوى المسموح بها في التشانل. بس خد بالك بوحدات الفيت بير سكند، فانا محتاج هنا تعمل تحويل، ما تنساش بقى تعمل تحويل. طيب في عندي كام جراف هنا؟ في عندي ثلاثه جرافز، ثلاثه جرافز. الجرافز الثلاثه دول اي واحد هختاره؟ بص بقى الجراف الاول ده لو كان الوتر ديبس في التشانل بيساوي كام؟ بيساوي 5 فيت، الجراف اللي تحت ده، اللي في النص لو كان 10 فيت، اللي فوق خالص لو كان كام؟ 20 فيت. 20 فيت يعني كام متر؟ يعني اقسم 20 على 3 يعني بتتكلم في حوالي 6 متر. يبقى بالتالي لو انا كنت عايز اجيب الفي ماكسيمم يبقى حضرتك هتروح جايب الاول دي 50 وليكن عندي الدي 50 1 مللي، تطلع كده لحد فين بقى؟ ما انا اصلا عايز اطلع علشان اجيني في ماكسيموم. ليه؟ علشان اصمم الشانل، لان انا ما عنديش البي ولا عندي الواي، فانا اوريدي مش عارف دول. طب انا هدخل في انهي جراف؟ فبنعمل الايدج، بتدخل في الجراف الاوسط مقدما بدايه وتجيب مين؟ وتجيب الفي ماكسيموم، وتستخدم الفي ماكسيموم ده في التصميم. بعد ما صممت جبت مين؟ البي والاي والواي، بعد كده هتصحح الشغل بتاعك وتدخل تاني على الكيرف بتاعك الحقيقي اللي طلع بقى من الواي اللي انت جبتها دي. واخدين بالكم يا شباب؟ فبالتالي استخدام الجراف ده محتاج كام اتريشن؟ محتاج على الاقل 2 اتريشن عشان تقدر تظبط الايه الشغل بتاعك. لاحظوا ان الجراف ده بيعتمد على الدي 50، بيعتمد على الووتر ديبس قد ايه، ولكنه لا يعتمد على نوع الميه اللي جايه قد ايه. يبقى لو انا جبت لك معلومه عن نوع الميه يبقى لازم تستخدم انهي طريقه؟ تستخدم طريقه ايه؟ الفورتير اند سكوبي، لان فيها نوع ميه هنا وفيها نوع سويل هنا. انما طريقه اليو اس ارمي كورف اوف انجينيرز فيها فقط نوع السويل وفيها تاثير الووتر ديبس على مين؟ على اقصى فيلوسيتي. يبقى هم دول الطريقتين اللي بيهم اقدر اجيب الايه؟ اقصى سرعه مسموح بيها للميه في التشانل. وانا بعمل كده ليه؟ عشان اعمل كنترول على ايه؟ على السكور، وبالتالي القطاع بتاعي ما يتغيرش من حين لآخر. طيب تعال نشوف مسألة بقى. هنحل المسألة اللي حليناها قبل كده باستخدام الموست ايكونوميك سيكشن. بفرض إن أنا مش هبطن دلوقتي. فالمسألة بتقول إيه؟ نفس المسألة اللي فاتت. Design a trapezoidal channel using the maximum permissible velocity approach. أهي هو صراحة قال لك الماكسيمم permissible velocity approach. يبقى بالتالي أنا مش هبطن الشانل دي. طب عايز أصمم الشانل بمعطيات إيه بقى؟ إن Q اللي ماشي 20 متر مكعب بير سكند، إن اللونجيتيودنال سلوب بتاعي 0.0015، ان مانينج ان بتاعتي 0.015، ان السايد سلوبس تي 21 3 ل 2، واحنا اتفقنا المره اللي فاتت ان ده معناه ايه؟ ده معناه ان التي، الناس اللي ما حضرتش المره اللي فاتت هو اكررها تاني، معناها ان السايد سلوب بتاعي عامل كده، واحنا قلنا دي كام؟ دي تي 21 صح كده؟ تي 21 ادي تي 21. طيب عشان اقدر اجيب التي الفاليو بتاع التي لازم القيمه هنا تبقى واحد. تعال نشوف الرقم المعطى هنا 3 الى 2، يعني ده مش واحد، أنا عايز أخليه واحد. إزاي أخليه واحد؟ أقسم هنا على اتنين، أقسم هنا على اتنين. أنت ليه قسمت على اتنين؟ عشان أحول ده واحد.
طب لو حولت ده واحد اوريدي، انا حولته خلاص واحد، الرقم ده هيطلع كام؟ يطلع واحد ونص. يبقى دلوقتي بالنسبه لي تي تو 1 بيساوي ايه؟ واحد ونص لواحد، يعني التي بكام؟ التي بواحد ونص. يبقى في المساله دي التي بواحد ونص. بيقول لي بقى التشانل بيد از ميد اوف فاين جرافل. في وصفه اهو، فاين جرافل، ماشي فاين جرافل جميل. And the transported water is clear water. يبقى عندي وصف للسويل وعندي وصف لنوع الميه، يبقى استخدم انهي طريقه؟ استخدم الطريقه الاولى بتاعت فورتير. تعالوا بقى ندخل ونشوف طريقه فورتير ونجيب الفي ماكسيموم منها. ندخل على الجدول زي ما انتم شايفين كده، دخلنا على الجدول. هو قال لي فاين جرافل، فاين جرافل موجود هنا اهو. طب ونوع السويل ايه؟ ونوع الووتر ايه؟ قال لي الووتر كلير ووتر، يبقى ادخل في الجدول ده. طبعا في عندك فيت وعندك متر، هتدخل بالمتر طبعا. ادخل بالمتر، يبقى الرقم بتاعي مين اهو؟ يبقى اقصى سرعه مسموح بيها 0.76 متر بير سكند. يبقى لما تيجي تصمم الشانل بتاعتك اوعى سرعه الميه تزيد عن الرقم ده. انها لو زادت عن الرقم ده هيحصل ايه؟ هيحصل سكور في الشانل بتاعتك، والشانل بتاعتك كل شويه السكشن بتاعها هيتغير وملامحها هتختفي تماما. يبقى بالتالي دلوقتي بقى عندي هي ده الشرط بتاع الفي ماكسيموم. الفي ماكسيموم بتاعي بيساوي كام؟ بيساوي 0.76 متر بير سكند. يلا ناخده بقى ونبدا نكتب الايه الايكويشنز بتاعتنا. احنا زي ما اتفقنا عندنا مجهولين اللي هم البي والواي، محتاجين تو ايكويشنز. الايكويشن الاولانيه معادله مانينج. تعالوا نشوف مانينج بقى، معادله مانينج اهي، ونحطها بالصوره دي زي ما انتم عارفين. بنحط كل الحاجات اللي عارفينها في ناحيه ولا كل الحاجات اللي مش عارفينها في ناحيه. فاللي عارفه كيو والان واس نوت، يبقى اضرب كيو في الان على جذر اس نوت، وهنا الناحيه الثانيه مين بقى؟ الاي في الار اس 2، طلع بيساوي الرقم ده. يبقى بالتالي الايكويشن دي قالت في النهايه خالص للاتي، ان الاي في الار اس 2 هيساوي كام؟ 7.745. يبقى دي معادله رقم كام؟ معادله رقم واحد. دي معادله رقم واحد. تعالوا بقى نشوف المعادله الثانيه. المعادله الثانيه بنجيبها منين؟ تملي من مدرسه التصميم. فاحنا هنا مدرسه التصميم بتاعتنا مين؟ ماكسيمم بيرميسيبل فيلوسيتي. فاحنا جبنا خلاص ان اقصى سرعه لقيناها كام؟ كانت 0.76. فنحط الايكويشن بتاعتنا بقى كالاتي، بنقول ان الفي بيساوي كيو على الاي، وان الفي ماكسيمم دي اللي هي طلعت كام؟ 0.76. جميل جدا. والكيو عندك، والكيو عندك، يبقى المجهول الوحيد اللي هو الاي. يبقى اقدر اجيب الاي، الاي بيساوي كيو على الفي ماكس اللي هي 0.76. يبقى الكيو احنا عارفينها اللي هي 20 متر مكعب بير سكند، دي جيفن، دي كيو على الفي جبناها من الجدول اللي هي 0.76. يبقى انا جبت مين؟ الاريا. يبقى الايكويشن دي قالت لي ايه؟ قالت لي ان الاريا بتاعتي، الاريا بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي 26.315 متر مربع. يبقى دي معادله رقم 2. انا من شويه لسه كنت كاتب معادله رقم 1 بتقول ايه؟ ان الاي في الار اس 2 بيساوي كام؟ بيساوي 7.7486. دي معادله رقم 1. ايه رايك؟ خد الاي من هنا وعوض هنا، صح؟ تقدر تجيب الار دلوقتي. يبقى دي الخطوه اللي هنعملها بعد كده. يبقى هتعوض من 2 في 1، هنعوض من 2 في 1 ونجيب ايه؟ ونجيب الار. فجبنا الار اهو. يبقى الهيدروليك ريديوس طلع بيساوي الرقم ده 0.1596. بس الار نفسه بيساوي ايه؟ بيساوي الاريا على الويتد بريمتر. والار عارفينه اللي هو 0.1596، والاريا عارفينها، صح؟ لسه جايبينها من الخطوه اللي فاتت. يبقى اقدر اجيب البي دلوقتي. يبقى جبت البي، البي بيساوي الاي على الار بيساوي الرقم ده 164 متر. جميل جدا. بقى دلوقتي انت عندك حاجتين، عندك الاي من القانون ده بيساوي 26.315 متر مربع، وعندك هنا الار البي قصدي البي بيساوي 164.78 متر. جميل جدا كده نقدر نحل بسهوله. ليه؟ لان الاي بدلاله البي والواي، صح؟ والبي بدلاله البي والواي. يبقى معادلتين في مجهولين يتحلوا بسهوله جدا. تعالوا نشوف هنحلهم ازاي. هكتب معادله البي الاول. الشكل ده اسمه ايه؟ ده اسمه البي، البي الويتد بريمتر، هو ده اللي هو بيساوي بي زائد 2 واي جذر 1 زائد تي سكوير. زي ما انت شايف كده، بدلاله البي، بدلاله البي اللي هي البيد ويبس، وبدلاله الواي الووتر ديبس. بيساوي ايه؟ البي قلنا بيساوي 164. جميل. يبقى البي زائد حاجه في واي بيساوي 164 اهو. بي زائد 3.6، عوضت بقى، عوضت هنا، بي زائد 3.6 واي بيساوي 164. يبقى دي معادله في كام مجهولين؟ زي ما قلنا مجهولين، واحد واثنين، بي والواي. طيب ندخل بقى في معادله بدل البي بقى، معادله الاريا. قلنا معادله الاريا، الاريا
الاريا بتساوي ايه؟ الاريا بتساوي بي بلس تي واي كل في واي. التي معروفه اللي هي 1.5، والبي والواي مش عارفينهم. جميل، بيساوي كام بقى؟ بيساوي 26، جبناها من السطح السلايد اللي فات. حلو قوي. يبقى المعادله الاولى اهي بدلاله البي والواي، والمعادله الثانيه اهي بدلاله البي والواي. حل المعادلتين دول مع بعض. بنحلهم ازاي بقى؟ بنشوف المعادله الاضعف. ايه المعادله الاضعف؟ يعني فين المعادله اللي اقدر افصل فيها البي عن الواي بسهوله؟ هي المعادله دي. المعادله دي اسهل واحده، نفصل البي عن الواي. فبالتالي دي اقدر احطها ازاي بقى؟ اقول بقى دلوقتي ان البي بيساوي كام؟ بيساوي ودي دي الناحيه الثانيه، ودي دي الناحيه الثانيه، يبقى البي بيساوي ايه؟ بيساوي 164.78 ها ناقص ايه بقى؟ 3.605 ايه؟ واي. يبقى اخد البي دي واعمل ايه بقى؟ وادخل هنا ها ها ادخل هنا اعمل فين؟ اعوض في الحته دي، اعوض في البي دي، فبقت الايكويشن كلها ايه؟ بدلاله الواي. لاحظ معايا بقى الايكويشن دي هتطلع من الدرجه كام؟ خد بالك هنا البي هنا هيبقى هيطلع البي هنا بدلاله الواي اهي، يبقى بالتالي لما احطه هنا البي هتبقى بدلاله الواي، يبقى حاجه فيها واي زائد حاجه فيها واي تبقى حاجه فيها واي، هتتضرب في واي ثانيه تبقى واي سكوير. يبقى المعادله دي، يبقى المعادله دي من الدرجه الكام يا شباب؟ من الدرجه الثانيه. المعادله دي هتبقى من ايه؟ من الدرجه الثانيه. جميل جدا. يبقى انا عارف مسبقا كده دلوقتي ان المعادله اللي هتطلع هنا سكند اوردر ايكويشن، سكند اوردر ايكويشن. تعوض هنا فعلا هي طلعت المعادله من الدرجه الثانيه اهي، تعويض مباشر خالص، معادله من الدرجه الثانيه. المعادله من الدرجه الثانيه ليها كام جذر؟ ليها جذرين، ليها جذرين. حلهم بقى بالقانون، القانون اللي هو فيه المميز، اللي هو الواي بيساوي ماينس بي زائد او ناقص جذر بي سكوير ناقص 4 اي سي على 2 اي. فاكرين الكلام ده؟ الكلام المهم ده. جميل، حلها بالقانون ده. بيساوي ماينس بي زائد او ناقص جذر بي سكوير ناقص 4 اي سي على 2 اي. فمره تجرب الجذر الاول اللي هو بالبلس، ومره تجرب الجذر الثاني اللي هو بالماينس. فبص بقى معايا، جربت الجذر الاول طلع ايه؟ طلع الواي ب 78 والبي بالماينس. مفيش، ما ينفعش يطلع لي بي بالماينس، او ما ينفعش يطلع لي واي بالماينس، فالجذر ده ريجكتد مرفوض. فتجرب الجذر الثاني، فبدل ما استخدم بلس استخدمت هنا بلس طلع مرفوض، استخدم المره دي بقى ماينس، فحطيت ماينس اهو، شايفين؟ حطينا ماينس اهو، حطينا ماينس لان الارقام بقى الواي طلعت بكام؟ ب 16 سنتي 0.16 متر، والبي طلعت بكام؟ 164 متر. يبقى ده الحل بتاعي المقبول. يبقى بص بقى معايا، يبقى لو حضرتك صممت التشانل بتاعتك بحيث انها يكون السايز بتاعها عامل كده، طبعا دي واضح انها وايد تشانل، وايد تشانل، الووتر ديبس صغير قوي 16 سم بس، 16 سم، ميه ضحله جدا دي 16 سم، والبيدويث كام؟ والبيدويث 164 ايه سم، 164 سم، 164 متر قصدي، 164 متر. ففي الحاله دي والكيو اللي ماشي هنا كام؟ اتفقنا كيو اللي هنا كام؟ اللي هو ايه؟ ال 20 متر مكعب بير سكند. هتطلع الفلوستي هنا كام؟ بتساوي اللي انت صممت عليها اللي هي 0.786 متر بالسكند، والقطاع ده مش هيحصل فيه نحر. بالشكل ده كده القطاع مش هيحصل فيه نحر، لان السرعه بتاعتي ظبطتها ما زادتش عن 0.76. واضح طبعا العرض بتاع التشانل ده كبير قوي، هنتكلم هنعمل كومنتس على الموضوع ده ونشوف انهي الاحسن في التصميم، استخدم التصميم ده ولا ده ولا ده، زي ما هنشوف. يبقى دي المدرسه رقم 2 اللي هي مدرسه الماكسيمم بيرميسيبل فيلوسيتي، والتي تستخدم في تصميم القطاعات القابله للايه؟ للنحر. طيب تعال نشوف المدرسه الاخرى. في مدرسه اخرى اسمها مدرسه الماكسيمم تراكتيف فورس. مدرسه الماكسيمم تراكتيف فورس زي ما قلت لكم بتبص الموضوع التحكم او السيطره في الاسكاور من منظور اخر. المدرسه دي بتقول ايه؟ لا، بتقول مش ان انا اعمل كنترول على السرعه هو اللي هيحكم السكور، انا عايز اعمل كنترول على البيت شير ستريس. فالمدرسه دي بتبص للقطاع كالاتي: لو عندي ده اللونجيتودنال سيكشن بتاع التشانل والفلو ماشي هنا، وده القاع بتاع التشانل، دي البارتكلز، دي البارتكلز بتاعت ايه؟ بتاعت السويل، دي البارتكلز بتاعت السويل. فلما تمشي هنا ميه امتى بيحصل سكور؟ بيحصل سكور اما يكون الشير بتاع الميه اللي بيأثر على السويل كان كبير قوي، كبير قوي لدرجه ان هو زاد عن حد اقصى. حد الاقصى ده هو سماه ايه؟ سماه الشير الحرج،
تاو كريتيكال، ساعات بسميه تاو سي ار او ساعات بسميه تاو سي، بس زي كده هنا زي هنا تاو سي. فلو زاد الشير ستريس عن الشير الحرج ساعتها ايه اللي هيحصل بقى؟ هتبدا البارتكل ده يقول لهم لا يا جماعه انا مش هستنى معاكم، انا هخرج وايه واتمشى شويه، فيبدا يتمشى مع ايه الميه. فايه اللي هيحصل بقى ما بيتمشى مع الميه؟ هيحصل سكاور. يحصل ايه؟ هيحصل سكاور. يبقى المدرسه دي بتقول لا انا مش عايز اعمل كنترول على السرعه، انا عايز اعمل كنترول على البيت شير ستريس. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، طب انت هتجيب منين البيت شير ستريس؟ افتكرنا بقى معادله تشيزي لو انت فاكر، تشيزي الراجل اللي اشتغل في البدايه خالص وجاب الايكويشن دي، لا ان الشير ستريس بيساوي ايه؟ جاما في الار في الاس. يبقى بالتالي كل اللي انا عايز اعمله، عايز اقول دلوقتي، عايز اقول ان التاو بتاعي بيساوي الجاما في الار في الاس، صح كده؟ والجاما في الار في الاس دي انا عايزها تكون اصغر من او تساوي مين؟ اقصى شير ستريس اللي احنا سميناه التاو ايه؟ التاو كريتيكال. يبقى هي دي المعادله رقم 2 اللي هحلها مع معادله رقم 1 اللي هي معادله مين؟ معادله مانج. معادله رقم 2 لازم يكون ظاهر فيها البي والواي. تعال نبص، الجاما دي جاما بتاعت الوتر بكام؟ جاما الوتر بكام؟ 9810 نيوتن على متر مكعب. طب والار دي الهيدروليك راديوس، دي اللي هيظهر فيها مين؟ البي والواي، لان الار بيساوي الاريا على مين؟ على الويت بريمتر، والاريا فيها بي واي، والبي وبي فيها البي واي. الاس نوت اللي هو اللونجيتيودنال سلوب بتاع الشانل، والتاو كريتيكال ده رقم انا هديهولك او انت هتعرف تجيبه من الايكويشن. واضح يا شباب؟ يبقى في النهايه خالص الايكويشن دي ستشكل المعادله الثانيه بدلاله البي والواي اللي انا حلها مع المعادله الاولى اللي هي معادله مين؟ معادله مانينج او معادله ايه؟ تشيزي. طيب تعالوا خطوه خطوه كده نشوف، زي ما احنا عرفنا ازاي نجيب الفي ماكسيموم، عايزين نعرف دلوقتي ازاي نجيب التاو كريتيكال او التاو ماكسيموم. اول مجهودات اتعملت عشان نقدر نجيب اقصى شير ستريس تستحمله السويل اللي احنا بنسميه الشير الحرج او البيت شير ستريس الحرج. الشغل ده عمله واحد اسمه شيلد، واحد اسمه ايه؟ شيلد، اظن ان هو انجليزي بس انا مش متاكد بصراحه. فسمى الشغل بتاعه او العلماء سموه بعده، عمل هو جراف كده او فيجر سموه شيلد دايجرام، الشكل اللي انت شايفينه قدامكم ده تحت. يبقى الراجل اللي اسمه شيلد ده عمل حاجه اسمها شيلد دايجرام. ايه فايده شيلد دايجرام ده؟ بيعمل ايه؟ بيفصل ما بين حاجتين، ما بين وضع الحركه ووضع السكون. يعني ايه وضع الحركه ووضع السكون؟ يعني التشانل بتاعتي امتى البارتكلز هيتحرك؟ اما زي ما اتفقنا الشير بتاعي يوصل لحاجه اسمها التاو كريتيكال. فلو انتوا بصيتوا كده هو في خط اهو، خط فاصل ما بين تو ريجيمز، الريجيم الاولاني فيه نو موشن اللي هو ده. يبقى لو كانت السويل بتاعتي ما يمثلها على الجراف النقطة دي، يعني معناها النقطة دي سيف مفيش حركة. طب لو كانت هنا، انت هنا واقع فين؟ في المنطقة بتاعت الايه؟ في موشن، يعني في حركة. يعني هنا هيحصل سكور، يبقى هنا سكور اكزيست، وهنا سكور ايه؟ نو سكور، هنا نو سكور. يبقى الخط الفاصل بينهم ده ايه؟ ده ايه؟ أصحاب الأعراف، ده الخط بقى اللي عنده بالظبط التاو هنا بيساوي كام؟ التاو هنا بيساوي كام؟ تاو كريتيكال. يبقى الخط ده هو بتاع التاو كريتيكال. يبقى فوق الخط في حركة، تحت الخط مفيش حركة. فوق الخط في حركة، تحت الخط مفيش حركة. طيب، تعالوا نشوف بقى إزاي نجيب التاو كريتيكال دي. هو قال لك إيه بقى يا سيدي؟ قال لك أول حاجة هتعمل إيه؟ هتحسب حاجة اسمها يوستر في الدي إس على نيو، وتدخل وتجيب حاجه اسمها تاو نوت على جاما دي ناقص جاما في الدي اس. استخدام شيل دايجرام الى حد كبير بيكون معقد شويه وبيحتاج اتريشنز، فبالتالي في ناس سهلوا الشغل قوي عن موضوع شيل دايجرام. فكان زمان احنا كنا بنستخدم شيل دايجرام ده، وكنا طبعا زي ما انتم عارفين بنغني ايه ظلموه، لانه محتاج تعمل اتريشنز عشان تقدر في النهايه خالص تجيب التاو كريتيك. ففي ناس عملوا شغل مبسط، فتعالوا نشوف الشغل المبسط ده بيقول ايه. اهو انا كاتب لك اهو سمبليفايد، يعني ايه مبسط؟ خطوات مبسطة بدل ما نستخدم مين؟ شيلد دايجرام. تعال نشوف الخطوات المبسطة مباشرة. قال لك ايه؟ انت عايز تجيب التاو كريتيكال؟ عايز اجيب التاو كريتيكال. قال لك خلاص، التاو كريتيكال بيساوي التاو ستار، هقول لك دي تجيبها منين دلوقتي، مضروبة في جاما اس. مين الجاما اس؟ جاما اس اللي هي ايه؟ سبيسيفيك ويت بتاعت السيديمنت. الجاما بتاعت الساند بكام يا شباب؟ جاما بتاعت السويل كام يا شباب؟ جاما بتاعت الكونكريت كام يا شباب؟
جاما بتاعت الستيل كام يا شباب؟ الحاجات دي لازم تعرفها. طب جاما بتاعت الوتر كام يا شباب؟ عايزها بوحدات، مثلا لو قلت لك طن على المتر مكعب، جاما وتر كام؟ 1 طن على المتر مكعب. يعني ايه؟ يعني لو عندي حجم من الميه قدره 1 متر في 1 متر في 1 متر، يعني الفوليوم كام؟ 1 متر مكعب. وزنه كام؟ 1 طن على طول، ده كده وزنه 1 طن، ده لو ميه. طب لو في نفس الحجم ده اللي هو 1 في 1 في 1، عندي خزانه هو 1 في 1 في 1، شلت الميه وحطيت مكانها رمل، هيكون وزنه كام؟ جاما ساند والجاما سويل عاده بيكون في حدود 2 ل 2 مثلا و7 من 10 2 و8 من 10 طن على المتر مكعب. احنا مهندسين مدني الحاجات دي ضروريه تكون عارفها. يبقى وزن الرمل مثلا او السلت او الكلي حوالي 2.7 من عشرة مرة ضعف وزن المية. يبقى لو الخزان ده اللي كان مليان مية اللي حجمه 1 في 1 في 1، شلت المية اللي فيه وحطيت مكانه رمل، ها هيبقى الوزن بتاعي هيزيد بمقدار قد ايه؟ 2.7 ضعف. طب لو شلت الرمل وحطيت كونكريت، الجاما بتاعت الكونكريت بكام؟ برضه في حدود 2.7 حاجة زي كده. طيب الجاما ستيل، الجاما ستيل هنا 7 طن على المتر المكعب. يبقى الجاما بتاعت الستيل 7 اضعاف جاما الوتر. يبقى لو انت شلت الميه اللي هنا وحطيت حديد منصهر، حديد منصهر وسبته لحد ما ايه؟ سبته لحد ما يعني يبرد، هيبقى وزنك هنا ايه؟ 7 اضعاف وزن الميه اللي كانت موجوده. واضح يا شباب؟ طيب يبقى الجاما اس دي، الجاما اس دي اسمها ايه؟ سبيسيفيك ويت بتاع السيدمنت. فانا عارف بقى ان الرينج بتاعها في حدود، ممكن تنزل شويه كمان، من 1.7 تقريبا، من 1.7 لحوالي 2.7، رقم في هذا الحدود. يختلف بقى هل هو عندي ساند بقى ولا جرافل ولا ساند مجروش ولا سلت ولا ايه، حسب الايه القصه. طيب يبقى دي اسمها الجاما بتاعت السيدمنت اللي هو بتاعت السويل يعني. طب ودي جاما مين؟ جاما ووتر. يبقى دي جاما ووتر. حلو، يبقى التاو كريتيكال بيساوي تاو ستار. لحد دلوقتي اقول لك تجيبها منين؟ في الجاما سبيسيفيك، جاما بتاعت السيدمنت ناقص الجاما بتاعت الووتر في الدي. مين الدي ده بقى؟ دي الايه؟ الدي 50 بتاعت السويل. يعني لازم يكون عندي مين؟ لازم يكون عندي سيف اناليسيس دي 50 بتاعت السويل. طيب تعال نشوف تاو ستار بقى دي هنجيبها منين؟ تاو ستار قال لك خد استخدم القانون ده على طول. ايه القانون ده؟ بيقول لك 0.22 في دي حاجه اسمها بيتا زائد 0.06 في 10 اس ناقص 7.7 في بيتا برضه. يبقى ده كله باور يا شباب، باور نيجاتيف. طب البيتا دي نجيبها منين؟ من هنا. بيتا ايه؟ بتساوي 1 على نيو. دي اسمها نيو. نيو اللي هي 1 في 10 اس ناقص 6. جذر، جذر مين بقى؟ جاما اس. احنا عرفنا جاما اس اللي هي الجاما بتاعت السيدمنت ناقص جاما ووتر على جاما ووتر في جي، دي عجله الجاذبيه، في الدي اللي قصدي بيها دي 50 برضو تكعيب. كل الكلام ده مرفوع اس كام بقى؟ ناقص 0.6. واضح يا شباب؟ فالراجل الطيب ده اللي عمل الجرافس، اللي عمل السمبليفايد ستيبس دي، يعني وفر علينا جدا. فبالتالي بدل ما كنا بندخل في عمك شيل دايجرام ونعمل كذا اتريشن، الموضوع بقى اسهل بكتير. تعمل ايه؟ 1 اعرف الاول الدي 50، عرفنا الدي 50، واعرف الجاما اس، عرفنا الجاما اس. ادخل هنا جيب مين؟ كل حاجه معروفه اهي، جيب بيتا. جبنا بيتا نعمل ايه؟ نعوض هنا ونعوض هنا. جبنا مين؟ جبنا حاجه اسمها تاو ستار. جبنا تاو ستار عوض بيها هنا وعوض بالجاما اس والجاما ودي 50، جبت مين يا عم الحاج؟ جبت التاو كريتيكال. يبقى هي دي طريقه حساب الايه؟ الكريتيكال شير ستريس. ماشي يا شباب؟ تعالوا بقى نطبق نفس المساله تاني، هنحل نفس المساله تاني حليناها باستخدام مدرسه الماكسيمم بيرميسيبل فيلوستي وباستخدام مدرسه الموست ايكونوميك سيكشن اللي هي لايند شانل. هنحلها المره دي بس باستخدام مين؟ مدرسه الماكسيموم تراكتيف فورس اللي هي بتاعت البيد شير. تعال نشوف نقرا المساله. بيقول لي ريديزاين، يعني اعاد تصميم المساله السابقه بافتراض ان التشانل نوت لايند يعني قابله للنحر، وان الدي 50 عندي بكام؟ 2 مللي. المعلومه دي ما كانتش موجوده المره اللي فاتت. يوزنج ذا ماكسيموم تراكتيف فورس ابروتش اللي هي طريقه البيد شير ستريس، علما بان الدشارج كام؟ نفسها الدشارج اللي فاتت 20 متر مكعب بير سكند. القطاع بتاعي لونجيتيودنال سلوب بتاعه نفس القيمه اللي فاتت، ومانينج ان نفسها اللي فاتت، والسايد سلوبس زي ما اتفقنا 1 اي ونص ل 1 او 3 ل 2. اتفقنا ان تي هنا بكام؟ ب 1 اي 1 ونص. بعد كده بيقول لي قارن ما بين بقى
النتيجه بتاعتك هنا والنتيجه بتاعتك هناك والنتيجه بتاعتك في الايه في الجزء بتاع الموست ايكونومكس. تعالوا نعمل الحل. اول خطوه في الجزء ده لازم تجيب لي التاو كريتيكال. هتجيبها ازاي؟ زي ما اتفقنا. واحد احسب البيتا. البيتا هو القانون بتاعها اهو. واحد على النيو، ادي واحد على النيو في جذر. ها جاما اس، انا اديت لك الجاما هنا ما اديتلكش الجاما. لو ما اديتلكش الجاما يحق لك تستخدمها 2.7 او انا استخدمتها 2.65. فانا كتبت هنا 2.65 ناقص 1 على 1. واحد هنا يجي يقول لي يا دكتور يا دكتور يا دكتور، ايوه يا بيه، انت مش لسه من شويه قلت لنا الجاما بتاعت الوتر بكام؟ ب 9810؟ اه، امال انت ليه استخدمت 2.65 دي؟ بص بقى يا باشا، الجاما ووتر بوحدات الاس اي بكام؟ 9810 نيوتن على المتر المكعب. طب الجاما ووتر بوحدات الطن بكام؟ 1 طن على المتر المكعب. طيب الجاما سيدمنت بوحدات ال اسمها ايه طن بكام؟ 2.65 طن على المتر المكعب. طيب الجاما سيدمنت بوحدات الاس اي كام؟ هتبقى 2.65 في كام بقى؟ في 9810. انت هنا ليه بقى استخدمت وحدات الطن في المساله دي؟ لانها اسهل بالنسبه لي. ليه بقى؟ لان بصوا بصوا يا شباب، انا عندي هنا جاما اس ناقص جاما ووتر على جاما ووتر، صح ولا لا؟ لو استخدمت هنا طن على المتر المكعب وهنا طن على المتر المكعب وهنا طن على المتر المكعب مش هيحصل مشاكل. يبقى هنا مش لازم استخدم الاس اي. ليه؟ لانها ريشيو، فاليونس اللي استخدمها في البسط استخدمتها في المقام خلاص هيروحوا مع بعض، يبقى مفيش مشاكل. فاللي سهل بالنسبه لي هستخدمه، فعشان كده استخدمت 2.65 ناقص 1 على 1. واضح يا شباب؟ طب ولو انت هتتلخبط استخدم بقى كده، هتعمل كده جاما جاما سيدمنت بكام؟ 2.65 في 9810. ماشي، دي جاما مين دي؟ دي جاما سيدمنت ناقص جاما ووتر بكام؟ 9810. ماشي، على على جاما ووتر بكام؟ 9810. اه بص بقى، لو طيرنا دي مع دي مع دي هيطلع ايه؟ هيطلع هنا 2.65 ناقص 1 على مين؟ على 1، اللي هو نفس الايه؟ نفس الرقم ده، نفس الرقم ده. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى احنا المهم يعني عوضنا بالجاما اس ناقص جاما على جاما. بعد كده في الجي عجلة الجاذبية اهي، عجلة الجاذبية في مين بقى؟ في الديامتر. هو قال لي الديامتر كام؟ 2 مللي. 2 مللي يعني 2 على 1000 أس 3. طلعنا الرقم ده 0.0295. خد بالك الأرقام دي بتبقى صغيرة. جميل، نعمل إيه بعد كده بقى؟ ادخل بقى يا عم الحاج عوض هنا عن البيتا. أنت جبت البيتا، عوض عن البيتا هنا وهنا أهي، هنا في الرقم ده وهنا في الباور. جبت التاو ستار، عوضنا اهو، جبت التاو ستار، التاو ستار طلعت الرقم ده برضه بتطلع رقم صغير. بعد كده ايه بقى؟ نجيب التاو كريتيكال. احنا عارفين التاو كريتيكال بيساوي التاو ستار اللي انا لسه جايبها من فوق في الجاما اس ناقص الجاما على دي. هنا بقى هستخدم الطن ولا هستخدم الاس اي؟ لازم تستخدم الاس اي. ليه؟ لان هي مش جاما اس ناقص جاما على جاما، هنا جاما اس ناقص جاما بس، يبقى لازم استخدم الاس اي. فبصوا بقى عملت ايه؟ تاو ستار اهي اللي هو الرقم ده، ده تاو ستار 0.042039 مضروبه في بقى ايه؟ جاما اس اللي هي بكام؟ 2.65 في 9810 ناقص جاما ووتر بكام؟ 1 في 9810. هنا لازم استخدم اس اي، يبقى اكتب هنا لازم اس اي، لازم ايه؟ اس اي. ماشي، بعد كده في الدي، الدي حطيته بالايه؟ بالمتر طبعا، فحولته من ملي لمتر زي ما احنا قلنا قبل كده. يبقى جبنا مين بقى؟ التاو كريتيكال طبعا هيطلع بوحدات الاس اي اللي هي الباسكال اللي هي نيوتن على متر المربع. حطوه يا شباب، حطوا هنا في ناقص 0.6 اللي هي دي، الرقم ده مظبوط. يبقى احنا عرفنا دلوقتي مين؟ تاو كريتيكال. خلاص سكتك بقى ايه؟ زي ما بيقول لك كده سكتك بيضاء يا عم الحاج. يلا بقى نبدا نعوض. فاول حاجه تملي، بنبدا بايكويشن رقم واحد، اتعلموا كده. ايكويشن رقم واحد اللي هي مين؟ مانينج او تشيزي او دارسي. فنقول كيو في الان على جذر اس نوت بيساوي ايه في الار اس وتلتين، كيو في الان على جذر اس نوت بيساوي ايه في الار اس وتلتين، ودي جبناها قبل كده. يبقى دي المعادله الاولى، ايه في الار اس وتلتين بيساوي ايه؟ 7.7. دي معادله رقم واحد. فين المعادله رقم اثنين؟ اللي هي حسب مدرسه التصميم، اللي هي بقول ايه بقى؟ ان الشير ستريس ما يزيدش عن الكريتيكال او يساوي الكريتيكال.
ماشي، يبقى الجاما في الار في الاس نوت بيساوي كريتيكال اللي احنا لسه جايبينه من شويه في الصفحه اللي فاتت، قلنا 1.3645. يبقى جاما في الار في الاس نوت بيساوي 1.3645. جميل. بالتالي الجاما انا عارفها والاس نوت انا عارفه، اقدر اجيب الار من هنا. يبقى اجيب الار، يبقى الار بيساوي ال 1.3645 على الجاما اللي هي 9810 في الاس نوت اللي هو 0.0015، ده البيد سلو، ده الاس نوت، ده الاس نوت، ده يديني الرقم ده. يبقى جبت الار دلوقتي، يبقى خد بالك بقى، يبقى المعادله دي ادتني ايه؟ ادتني ان الار بتساوي 0.0927 متر. طب المعادله دي ادتني ايه؟ ان الاي في الار، الاي في الار اس ثلثين بيساوي 7.7459. طيب ما انا عرفت الار، يبقى ادخل هنا واعوض، صح؟ اجيب مين؟ اجيب الاي. يلا ادخل بقى اعوض، جبت مين؟ جبت الاي، جبت الاي. جميل. بس انا عارف ان الار اللي انا جايبها هنا دي بيساوي الاي على بي، وانا لسه جايب الاي، يبقى لو عوضت عن الاي هنا اقدر اجيب مين؟ البي. يبقى اعمل كده، جبنا البي، يبقى انا جبت البي اهي. يبقى البي انا عارفها اهي 407 والاريا 37. خد المعادلتين دول وحلهم مع بعض. ليه؟ اشمعنى المعادلتين دول؟ لان الاي بدلاله البي والواي، والبي بدلاله البي والواي، اقدر احلهم مع بعض اقدر اجيب البي والواي. يعني بنفس الكونسبت بتاع طريقه مين؟ الماكسيموم بيرميسيبل فيلوسيتي. فاعمل كده بقى، الاريا اللي هي بي بلس تي واي كل فاي بيساوي كام يا عم الحاج؟ بيساوي 37، يعني يساوي 37. بعدين المعادله الثانيه بقى بتاعت البي، البي بيساوي ايه؟ بي زائد 2 واي جذر 1 زائد تي سكوير بيساوي كام يا عم الحاج؟ بيساوي 407، بيساوي 407. زي ما انت شايف كده، هو ظهر لي معادلتين في ايه؟ في مجهولين اللي هم ايه؟ البي، ها؟ البي اهي، البي والواي، يبقى مجهولين اللي هما البي والواي، وهنا في المعادله الثانيه بي وايه؟ والواي. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ تدور بقى ايهما اسهل تعوض بيه على الثاني. دي اسهل، ادي اقدر افصل الواي عن البي، فودي دي الناحيه الثانيه يا باشمهندس اللي نايم وقاعد بيشخر، ركز معايا الله يكرمك. يبقى البي بيساوي 407.72 ناقص 3.605 واي. تعالوا بقى ايه؟ نعوض في النهاية خالص بعد التعويض، هنحصل على ايه؟ هنحصل على الايكويشن الرائعة دي، معادلة برضو من الدرجة الثانية. تعالوا نشوفها اهي، المعادلة دي من الدرجة الثانية بدلالة فقط مين؟ الواي. لازم تتدرب على انك انت تعمل الفصل ده. هتحلها ازاي؟ بالقانون برضو المميز، واي بيساوي ناقص بي زائد او ناقص جذر بي سكوير ناقص 4 اي سي على 2 اي. محتاج ايه؟ عندك جذرين، لازم تجيب الجذرين وتقيم، لازم تجيب الجذرين وتقيم. فبص بقى، الجذر الاول اللي اداني واي ب 193 متر والبي بالناقص 290، هنعمل ايه؟ لا تهمله، لا تهمله. يبقى الجذر ده مرفوض، يعني ايه؟ مش فيزيكال، مش هينفع يحصل. الجذر الثاني نجربه، لا ايه؟ طلعنا الارقام دي، الارقام بقى بتقول ايه؟ الشانل فيري فيري وايد، وان الدبس بتاعك كام؟ الدبس بتاعك 0.092 متر. وان الويتس بكام؟ الويتس بكام بقى؟ 407 متر. يقول لك لو انت عايز ما يحصلش سكور، يعني التاو كريتيكال بتاعك تحترمه. التاو كريتيكال اللي هو كان كام؟ فاكرينه؟ التاو كريتيكال كان كام؟ رقم عندنا اهو، فين التاو كريتيكال؟ اهو الرقم ده. عايز تحترم ان الشير بتاعك ما يزيدش عن الكريتيكال اللي هو 1.36 باسكال، يعني لو التاو كريتيكال بتاعك مش هيزيد عن 1.36 باسكال، ففي الحالة دي يبقى محتاج تشانل شكلها عامل كده. بصوا بقى معايا، ده يكافئ فيلوسي قد ايه؟ جينا نحسب الفيلوسي لقينا ايه بقى؟ بص الفيلوسي ايه؟ 0.528. يعني معناها الفيلوسي ايه هنا؟ في حالة المدرسة اللي بتعمل كنترول على سكور بتعمل ايه؟ بتميل انها تقلل الفيلوسي القصوى عن اللي كانت بتعمله مدرسة الماكسيموم بيرميسيبل فيلوسي. فعشان كده ايه اللي حصل؟ القطاع هنا شكله عامل ازاي؟ قطاع كبر. لو انتوا فاكرين في المساله اللي فاتت كان كان البيد ويث كان كام؟ كان 100 وحاجه، صح؟ المساله دي البيد ويث بقى بكام؟ بقى 400 متر، 400 متر، يعني زاد قوي. فانت اضطريت علشان تخلي القطاع بتاعك ما يحصلش فيه سكور، اضطريت انك تعمل ايه؟ تزود القطاع جدا علشان ما يحصلش فيه سكور بطريقه الماكسيمم تراكتيف فورس ابروتش. تعال نحط الحاجات بقى قدام بعض ونبص كده ونقارن المسائل المختلفه. احنا حلينا المساله دي بثلاث طرق لحد دلوقتي. الطريقه الاولى
طريقه الماكسيمم، طريقه الموست ايكونوميك سيكشن. وكان الشانل فرضناها انها هنعمل ايه، هنعمل تبطين بالخرسانه. فالقطاعات طلعت ايه؟ الهدف بتاعنا هنا ايه؟ تو مينيمايز الكوست. انهي كوست؟ الكوست بتاع اللايننج فقط، اللايننج، تو مينيمايز الكوست بتاع اللايننج. جميل. عشان نمينيمايز الكوست بتاع اللايننج، التصميم بتاعنا طلع ايه بقى؟ طلع كده. الشانل بتاعتك البيد ويدث بتاعها 1.17 والووتر ديبث كام؟ 1.9. جميل. وبصوا بقى معايا السرعه في المساله دي عشان احسبها. حسبت السرعه في المساله دي طلعت كام؟ 2.528. بصوا السرعه هنا عاليه. ليه انت سمحت سرعه عاليه؟ انا مش هاممني. ليه مش هامنك؟ لان انا هنا مبطن، فانا مبطن خرسانه يا باشا، مالكش حاجه عندي، خرسانه تشيل السرعات العاليه دي. فقدرت اقلل القطاع significantly، القطاع اتقلل بشكل ضخم جدا 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 بشكل واضح. يبقى ما عملت كنترول بان انا عملت التشانل لايننج، عملت عده حاجات مع بعض. واحد، منعت حدوث سيبج، اسمه ايه ده، سيبج، تسرب للميه، ليكج يعني، تسرب للميه من التشانل. ولكني زودت الكوست عن طريق ان انا ايه، عندي خرسانه دلوقتي، بند الخرسانات ده ما كانش موجود في البنود الاخرى، بس في نفس الوقت عملت ايه، قللت الاريا بتاعه السكشن في عرض التشانل صغير. تعال نشوف بقى المدرسه الثانيه. المدرسه الثانيه بتاعت ان انا مش هبطن. طب لو مش هتبطن يبقى خاف على السكاور. فلو هخاف على السكاور استخدمت طريقه مدرسه ايه، الماكسيمم بيرميسيبل فيلوسيتي. طب المدرسه دي ايه منهجيه الحل بتاعها؟ بتعمل كنترول على السكاور عن طريق اعمل كنترول على السرعه. ايه اقصى سرعه لقيناها في المدرسه دي؟ اقصى سرعه من الجدول لقيناها كانت 0.76، ودي علشان نستخدمها كمعادله رقم 2. خلت لنا القطاع عامله ازاي؟ عرض التشانل وايد، 164 متر، وعمق الميه كام؟ جاست 16 متر. انت ملاحظ هنا 16 سم، انت ملاحظ دي 16 سم، انما دي كام؟ 117 سم، 1.17 متر، 1.17 متر. في فرق كبير في الايه، في التصميمين، فرق ضخم جدا. طب نيجي بقى للمدرسه الثانيه بتاعت الايه، الانلايند. السكشن هنا مش هعمله تبطين، اعمل كنترول على سكاور ازاي؟ عن طريق ان انا بتبع الرولز بتاعت الماكسيمم تراكتيف فورس ابروتش. طيب الماكسيمم تراكتيف فورس ابروتش بتعمل ايه؟ بتعمل كنترول على سكاور عن طريق انها تعمل كنترول على البيت شير ستريس. نتيجه لكده ايه اللي حصل بقى؟ لقينا ان اقصى سرعه كام؟ حوالي 0.528. وبالتالي عشان اوصل للسرعه القليله دي والشير ستريس القليل، محتاج ايه؟ قطاعات ضخمه جدا، فيري وايد تشانل، والووتر ديبث كام؟ 9 سم زي ما انتم شايفين كده. يبقى حسب المدرسه اللي انت عايزها. انا اسالك سؤال بقى، انت كمهندس دلوقتي وعايز تعمل تشانل فين؟ تعمل تشانل في الرياض مثلا، تخيل دي الرياض اهي، وعايزين نعمل تشانل زي كده، والتشانل دي طولها مثلا 20 كيلو ولا حاجه. واحد يقول لك ده الرياض اصلا ما فيهاش موضع لقدم تشتريه، ده متر الارض فيها بالشيء الفلاني. هل تفتكر ان انا هسمح لك تستخدم تشانل وتقول لهم يا جماعه لو سمحتوا بقى كده، بصوا عايزين بفر زون هنا كده ايه، 400 متر. انت عايز كام متر هنا؟ 407 متر. ها 400 متر، تفتكر كميه الاراضي اللي انت خدتها دي وانت بتتكلم في 20 كيلو، كميه الاراضي مالهاش ثمن؟ دي ليها ثمن، وثمن كبير جدا. فممكن تلاقي ان رغم ان هنا بعمل لايننج والتكلفه بتاعته خرسانات كتيره، لكن ممكن يكون تكلفه الخرسانات دي ارخص بكتير بالنسبه لي من تكلفه نزع المكيه للاراضي دي. انت محتاج نزع مكيه هنا جامد جدا. الحاجات دي كلها محتاجين ان احنا نفكر فيها. دي كلها اسمها بدائل بتكون موجوده قدام المهندس. طب بص بقى مثال تاني، لو انت بقى عايز بقى تعمل شانل في الربع الخالي، متر الارض هناك ملوش اي السعر بتاعه قليل، صح ولا لا؟ فبالنسبه لك ممكن يناسب ليك انك تستخدم ايه؟ تستخدم الابروتش بتاع الماكسيمم بيرميسيبل، مفيش مشاكل، مش مشكله. في الحاله دي ممكن ترضى بحاجه زي كده. يبقى المهندس المهم بالنسبه له يحط كل البدائل المتاحه ويبدا يختار البديل المناسب بالنسبه له. في نقطه ثانيه محتاجين نبص عليها. ايه الفرق ما بين طريقه الماكسيمم بيرميسيبل فيلوسيتي وطريقه الماكسيمم تراكتيف فورس؟ عايز احط بس كده ريليشن بينهم.
سؤال، ايهما انت شايف ان هو مور كونزيرفد؟ مور كونزيرفد يعني ايه؟ كونزيرفد يعني ايه؟ يعني اكثر تشددا. ايهما شايفه في نظرك اكثر تشددا من ناحيه السكور، اللي بيعمل بروتكشن اكتر على السكور، اللي خايف ان السكور يحصل اكتر؟ طبعا طريقه واضح، الماكسيمم تراكتيف فورس، لان طريقه الماكسيمم تراكتيف فورس مقارنه بالماكسيمم بيرميسيف فيلوسيتي، ماكسيمم تراكتيف فورس عشان يعمل كنترول على السكور عمل ايه؟ قلل اكتر السرعه القصوى المسموح بيها. فالسرعه القصوى المسموح بيها هنا ايه؟ كانت 0.76، هو هنا عمل ايه؟ خلاها 0.52، يعني مور كونزيرفد. نتيجه لكده عمل ايه بقى؟ زود القطاعات جدا جدا جدا. فكل ما انت تروح للمور كونزيرفد، كل ما انت هتروح لسكشن ايه، العرض بتاعه بيبقى ضخم جدا. كده احنا قارنا ما بين ايه المدارس الايه الثلاثه دول. تعالوا احنا قدامنا دلوقتي في عندنا مدرسه اخيره، اللي هي مدرسه مين؟ مدرسه النون سيلتنج نون سكورنج ابروتش. طيب في مدرسة النون سيلتنج نون سكورنج ابروتش بقى، انت خايف من النحر وخايف من الترسيب. ففي واحد اسمه كينيدي، عالم ملوش علاقة بالرئيس كينيدي بتاع امريكا، اسمه كينيدي. واحد اسمه كينيدي عمل الشغل بتاع عدم النحر وعدم الترسيب، فاكتشف ان في ايكويشن، الايكويشن دي لو انا ظبطتها او استخدمتها مش هيحصل نحر ولا هيحصل ترسيب. الايكويشن دي بتقول ايه؟ ان الفي اللي هي الفيلوسيتي بتاعت المايه في الشانل بيساوي كونستنت اسمه سي 1 مضروب في الووتر ديبس مرفوع لاس اسمه سي 2، مرفوع لاس اسمه سي 2. جميل. طيب سي 2 دي اجيبها منين؟ سي 2 الى حد كبير وجدنا انها ايكوال تو 2 على 3. يبقى لو انت ما عندكش اي معلومات تقدر تاخد القانون بتاعي كده، ان الفي بيساوي ثابت في الواي اس اس 2 على 3. طب سي 1 بقى، دي الباد نيوز بقى. سي 1 ديبندس على السيتويشن. يعني ايه ديبندس؟ يعني من موقع لموقع بتختلف، تختلف من مشروع لاخر، تختلف من مشروع لايه لاخر. فالسي 1 دي بتعتمد على نوع السويل ونوع الووتر وحاجات كتير جدا، ونوع الكولويد ونوع السيدمنت اللي الميه ايه شايلاه وخلافه، تختلف على حسب انواع كتير قوي، فبالتالي بتختلف من مشروع لاخر. فعشان كده سي 1 محتاجه كاليبريشن، يعني عشان تستخدم العلاقه دي لازم الاول تجرب وبعدين تقيس وبعدين تتاكد انك عملت كاليبريشن عشان تعرف السي 1 المناسبه للمشروع بتاعك. فده عيوب هذه الطريقه، عشان كده الطريقه دي غير شائعه الايه الاستخدام. طيب بفرض ان انا عايز استخدم هذه الطريقه، دي مين بقى بالنسبه لي؟ دي المعادله رقم ايه؟ دي المعادله رقم 2 اللي هحلها مع معادله رقم 1 بتاعت ايه؟ بتاعت مانينج او تشيدي او اوضر. بكده دلوقتي انا قلت لكم، وانت قادر ان شاء الله دلوقتي على انك انت لو عندك تصميم للشانل انت تستطيع دلوقتي انك تجيب مين؟ البي والواي. لو انتوا فاكرين كان ناقصنا حاجه، اسمها الفري بورد. اتفقنا ان الفري بورد ده اللي هو ايه؟ اللي هو الجزء اللي انا بسيبه في التشانل علشان فاكتور اوف سيفتي. ليه؟ لان لو حصل فيه شويه ويند ولا حاجه هتعمل ويفز، موجات في ايه؟ على سطح الميه. مش كل بقى مثلا رياح معديه ابص الاقي الراجل اللي ماشي ده كده، الراجل اللي ماشي كده قاعد مبسوط جدا ونشيط، ابص الاقي الميه ايه؟ تطرطش عليه. فعشان كده بنحط الايه؟ الفري بورد ده كفاكتور اوف سيفتي. طيب فري بورد ده احسبه ازاي؟ تحسبه هو بدلاله البي والواي. فعشان كده بقول لكم احسب بس البي والواي الاول، تستطيع بعد كده تجيب الفري بورد. في عده طرق لتحديد الفري بورد، بس احنا هنستخدم ايه؟ الطريقه بتاعت سيبرت سنه 2006. ادى طريقه ظريفه جدا، بتقول ايه بقى؟ بتقول ان الفري بورد بتساوي 15 سنتي، يعني هسيب هنا 15 سنتي لو كان الووتر ديبس اقل من 30 سنتي. يبقى لو الووتر ديبس في التشانل بتاعتك اقل من 30 سنتي هتسيب 15 سنتي. افرض بقى الووتر ديبس كنت بقول ايه؟ افرض الووتر ديبس كان اكبر من 30 سنتي بس السرعه اقل من 1.7، يبقى لو كان عندك في التشانل بتاعتك حسبت البي والواي لقيت الواي كانت اكبر من 30 سنتي بس السرعه اقل من 1.72، ففي الحاله دي هتعمل ايه؟ خد الفري بورد 30 سنتي. افرض الووتر ديبس اللي انت حسبته من التصميم بتاعك لقيته اكبر من 30 سنتي بس السرعه كانت اكبر من ال 1.72، دي طبعا هتلاقوها في اللايند شانلز، الكيس بتاعت اللايند شانلز.
فاكرين اللاين شانل كان سرعه طلعتنا كام؟ ارجع اهو، فاكرين السرعه طلعت كام؟ 2.528، انما في الناتشرال السرعات بتكون قليله. جميل، يبقى نرجع تاني. افرض كان الووتر ديبس اكبر من 30 سم والسرعه اكبر من 1.72، ففي الحاله دي هستخدم الفري بورد بيساوي ايه؟ 0.15 زائد مين؟ زائد الفي سكوير على ال 2 جي، زائد الفي سكوير على 2 جي. يعني لو كانت السرعه 1.72 هحط هنا ايه؟ الفي 1.72 سكوير على 2 جي زائد ال 0.15 واشوف هتطلع بكام، ويبقى هو ده بالنسبه لي الفري بورد. الفري بورد ده سليم في حاله واحده بس. ايه الحاله واحده بس ده؟ لو كان التشانل ستريت، لو كانت التشانل ها ستريت. طب لو كانت التشانل مش ستريت، لو في عندي كيرف، لو في عندي كيرف دي قصه بقى ايه؟ قصه اخرى محتاجين ان احنا ايه نبص، ايه نبص عليها، ودي انا هديها لكم اكسرسايز. يلا بقى يا باشمهندس، مطلوب منك هتدخل النت وتدور لي على البروف ده. ايه البروف ده؟ الميه وهي ماشيه في كيرفد تشانل كده، ايه اللي هيحصل؟ تخيل كده، لو انت ماشي بعربيتك على رامب كده، والرامب دي بتدور كده، ايه اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها قوه طارده مركزيه، صح؟ يعني لو ده الار وانت ماشي في عربيتك كده، دي عربيتك، ها دي عربيتك، انت ماشي كده، هتبص تلاقيك ايه؟ لو ماشي بسرعه جدا هتتقلب نتيجه القوه الطارده المركزيه اللي عايزه تطردك كده لبره. جميل، نفس الكلام بيحصل للميه. يبقى لو عندي تشانل هنا كده، القطاع بتاعها عامل كده ترابيزويد، اللي هو ترابيزويد، وكان شكل المية عامل كده، ودخلت على رامب، لو انت خدت قطاع منها كده هتبص تلاقي شكلها مش هيبقى عامل كده، تبص تلاقي المية هتعلى من هنا كده وتنزل تحت كده. دي بيسموها ايه؟ سوبر اليفيشن، زي ما خدتوها في الطرق. اللي اخد طرق عارف يعني ايه سوبر اليفيشن، بنعمل سوبر اليفيشن في الطريق علشان ما نتقلبش، فبيحصل سوبر اليفيشن للمية. جميل، ايه علاقه ده بالفري بورد؟ لا يا باشا، ما لو انت كان عندك تشانل وفيها بند، فري بورد لازم تزوده بمقدار كمان مين؟ بمقدار الدلتا دي. يعني ايه؟ يعني شايف اللي فات ده الارقام دي قلت لك في حاله ايه؟ لو التشانل ستريت. طب لو تشانل فيها بند، لو تشانل فيها بند هيبقى الدلتا بتساوي الارقام دي زائد، اسف، يبقى الاف، الاف بتساوي الارقام اللي فاتت دي زائد الدلتا. ايه هي الدلتا؟ السوبر اليفيشن. السوبر اليفيشن اللي بيطلع هنا اللي هي الفاليو دي، سوبر اليفيشن نتيجه للبند اللي هي الفاليو دي. ايه المطلوب منك بقى في الاكسرسايز؟ مطلوب الاتي، ها، بروف، اثبت ا ريليشن بتوين السوبر اليفيشن والار والبي والواي والفي. في حاله مين؟ بلاش نعمل الترابيزويد ده هيبقى صعب عليكم، خلينا نعمل الحاله البسيطه جدا. تراينجل ريكتانجلر سكشن، يبقى عندي ريكتانجلر سكشن، ها العرض بتاعه كام؟ بي، الووتر ديبس بتاعه واي، الميه ماشيه فيه بسرعه قدرها في، وداخل على رامب الراديوس اوف كيرفيتشر بتاعها ار. ايه المطلوب؟ الدلتا كام؟ الدلتا اللي هتطلع كام؟ يبقى وات از ذا فاليو اوف دلتا بكام؟ از ا فانكشن اوف البي والواي والار والفي. وهل هي فعلا هتبقى فانكشن في البي والواي والار والفي، ولا فانكشن في البي والار والفي بس، ولا فانكشن في الواي والار بس، ولا فانكشن في ايه؟ فتقدر تجيب لي القانون ده، مطلوب منك اثباته. هتثبته ازاي؟ بص بقى هتثبته ازاي؟ هديك جايد لاينز. لو انا كنت داخل على جراف، على كيرف، داخل على كيرف، ميه ماشيه كده، وده اسمه ايه؟ السلوب بتاعي السرعه بتاعته في، والقطاع بتاعي زي ما انتم شايفين كده ايه؟ ريكتانجلر سيكشن، والراديوس اوف كيرفيتشر بتاعي هنا ايه؟ ار، وعرضي هنا كام؟ بي، ووتر ديبس بتاعي هنا واي. ايه اللي هيحصل لي؟ هيحصل لك الاتي، نتيجه للقوه الطارده المركزيه كده، ها؟ عايزه تطرد الميه، فهيحصل ايه؟ دي هترتفع كده ودي هترتفع كده. ماشي يا شباب؟ ده اللي هيحصل بالظبط. جميل. نتيجه الارتفاع ده في عندك هنا ايه؟ قوه طارده مركزيه كده. لو انتوا فاكرين القوه الطارده المركزيه العجله بتاعتها قد ايه؟ في سكوير على ار. دي ايه؟ الاكسلريشن، الاكسلريشن الايه؟ الاكسلريشن بتاعت السنتريفيجال فورس. احنا عارفين الكلام ده من زمان خالص. يبقى لو انت سرعتك في وماشي على كيرف الريجيس بتاعه ار، القوه الطارده المركزيه بتاعتك في هذا الاتجاه. هنعمل ايه بقى؟ نستخدم المومنتم ايكويشن. ازاي بقى؟ احنا قلنا الووتر ديبس ده واي، صح؟
فبالتالي الووتر ديبس ده كام؟ دلتا زائد واي، والووتر ديبس ده كام؟ يبقى واي ناقص دلتا. صح، الحته دي بتطلع كام؟ تطلع واي ناقص دلتا، لان اللي زدته هنا هتخسره هنا، لان الميه راحت فين؟ الميه ما خرجتش، اللي زدته هنا هتخسره هنا. جميل، فهتعمل ايه بقى؟ جيب لي بقى، حط لي المومنتم فورسز. فتعال نحط المومنتم فورسز معاكم كده، واسيبكم بعد كده ايه تهاف فان فيها. فنحط المومنتم ايه فورسز. ايه المومنتم فورسز؟ عندي الاكسليشن في هذا الاتجاه، وعندي هنا بقى الميه بتضغط كده، دي اسمها البريشر فورس في هذا الاتجاه، اسمه اف بي، سميها 2 مثلا. طب وهنا في بريشر فورس من اول هنا في هذا الاتجاه، اسمه ايه؟ اف بي 1، صح كده؟ فبالتالي لو انت حسبت بقى او هتحل معادله المومنتم ايكويشن في اتجاه اللاترال، يبقى انا هاخد معادله المومنتم ايكويشن في اتجاه الحركه. الحركه هنا مفيش حركه، هنا اصلا هنا مفيش حركه بس في اكسلريشن، فالميه ثابته على هذا الاساس. انا هاخد الاتجاه ده، فدي اتجاه المعادله بتاعه المومنتم بتاعتي. فتكتب لي معادله المومنتم بقى، فهتقول بقى كل اللي معاك بالبوزيتيف، كل اللي عكسك بايه؟ بالنيجاتيف. فهتقول بقى ايه، وتطبق القانون بتاعك، طبق القانون بتاعك اللي هو سيجما الاكسترنال فورسز بيساوي ايه؟ بيساوي الماس الاكسلريشن. الاكسلريشن بتاعتك اللي هي مين؟ ها، الاكسلريشن اللي هي دي. طب والماس هتجيبها ازاي؟ الكثافه بيساوي الكتله على الحجم، صح؟ الكثافه الرو بيساوي الكتله على الحجم. شوف، اما بكون مش عارف حاجه بحاول افتكر انا حاجه اعرفها. يبقى الكتله بيساوي ايه؟ الرو في الفوليوم. يبقى دي اشيلها احط ايه؟ رو في الفوليوم. طب الفوليوم اجيبه منين؟ الفوليوم اهو عندك اهو، الفوليوم عندي اللي هو الاريا دي في الطول بتاع الشانل. انا هاخد الطول ده وليكن ده كده، اعتبر ده طول ال، صح؟ يبقى الفوليوم ده هتحطه ايه؟ اللي هو الاريا في الطول بتاع الايه؟ الشانل، والرو عندك، وتدخل تعوض وشوف هيطلع لك ايه. اللي انا عايزه ايه بقى؟ اللي انا عايزه علاقه بين الدلتا از فانكشن في البي والار والاي والواي ومين والفي. شوفوا العلاقه دي هتطلع بكام، فاعمل الاثبات بتاعها ونقف على كده ان شاء الله.